السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود ياسين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الـ Virtual Hard Disk وعن الـ Data Deduplication. زي ما تعودنا هنتكلم عن الكونسبت النظري في الفيديو ده، وإن شاء الله الفيديو اللي جاي هنشوف اللاب العملي بتاع الخاصيتين دول. السكشن الأولاني معانا إيه هو الـ Virtual Hard Disk؟ ببساطة شديدة هو عبارة عن Disk Image File Format. ده معناها إن هو ملف بياخد شكل الهارد ديسك. طيب الهارد ديسك الوهمي ده اقدر ان انا اخزن عليه اي داتا، اي نوع من الداتا ينفع ان انا اخليها على الهارد ديسك الوهمي ده. طيب اقدر كمان ان انا اخزنه سواء على هارد فيزيكال او جهاز فيزيكال، او حتى اخزنه على يو اس بي، معنى ذلك انه بورتابل او ترانسبورتابل. اقدر ان انا يكون معايا الهارد ديسك الوهمي ده على فلاشه، ويبقى جواها كل البرامج الخاصة بيها او نسخة الويندوز اللي خاصة بيها برامجها، فهو بورتابل معاك في اي مكان. اللي بيفرق الفيرشوال هارد ديسك عن الفيزيكال هارد ديسك ان الفيرشوال هارد ديسك مصمم في الاساس اللي انا اربطه بالانظمة الوهمية. لو انا عندي فيرشوال ماشين انفراستراكشر زي الهايبر في او الفي ام وير، ينفع ان انا اربط الهارد ديسك الوهمي مع الفيرشوال ماشين او نظام الوهم اللي شغال، فدي ميزة حلوة جدا. الفيرشوال هارد ديسك اقدر اخزن عليه ملفات ومجلدات، اقدر اشغل او انزل عليه اوبريتنج سيستم، ودي اللي انا بسميها نيتف في اتش دي بوت. يعني اقدر انزل ويندوز على الهارد ديسك الوهمي، واقدر كمان اعمل بوت منه، وكمان اقدر اشغل منه البرامج الخاصه بتاعتي كيوزر. ايه البينيفيتس او المميزات بتاعت الفيرشوال هارد ديسك؟ ان هو سهل جدا في الاستخدام، سبورتد على كتير من اوبريتنج سيستم، من اول ويندوز 8 ويندوز 10 11 ويندوز سيرفر، كل ده سبورتد معايا ان هو شغال. سهل جدا في الباك اب والريستور، اقدر اعمل نسخ احتياطي من الهارد الفي اتش دي واقدر اعمله ريستور بدون مشاكل. اقدر اعمل كمان سناب شوت عليه، يعني اخد نسخه من الكونفيجريشن والداتا اللي موجود عليه واقدر ارجع ليه السناب شوت او الفيرجن بتاع الملف اللي انا محتاجه من عليه. وكمان بيوفر معايا باعتبار انه لو انا عايز ان انا اعمل مثلا انظمه تشغيل اضافيه او انزل برامج اضافيه وتبقى منعزله، اقدر استعين بالفيرشوال هارد ديسك او الهاردات الوهميه بدون ما اضطر ان انا اشتري هارد ديسك فيزيكال للتخزين عليه. فدي كلها طبعا من البينيفيتس والسهوله في الاستخدام الخاصه بيه. ايه انواع الفيرشوال هارد ديسك؟ انا عندي طبعا الفيكسد فيرشوال هارد ديسك، وده بيحجز المساحه كامله من قبل ما احط عليه داتا. يعني مثلا انا عايز ان انا اخزن هارد ديسك يكون مساحته 50 جيجا، هيحجز ال 50 جيجا من المساحه الفاضيه بتاعتك من قبل ما يتحط عليه اي داتا. طب ده بنستخدمه امتى؟ بنستخدمه لو انا عايز فاستر بروسيسنج، عايز اداء اعلى منه وعايز سرعه. وكمان بنستخدمه لو انا هنزل على الهارد ديسك الوهمي ده اوبريتنج سيستم، يعني عايز انزل نسخه ويندوز كامله على الهارد ديسك الوهمي لازم تبقى من نوع الفيكسد. فدي حالات استخدامها، ومميزاتها طبعا سرعه وبرفورمانس عالي جدا. اما الدايناميك فده معناه مساحته متغيره. لو انا عملت دايناميك مثلا 50 جيجا هيعمل ايه بقى؟ هيعمل لي ملف مثلا مساحته 4 ميجا، ده ملف صغير بس هيفضل طول ما انا بحط فيه داتا يفضل يكسباند معايا لحد ما يوصل للماكسيمم اللي هي 50 جيجا. تمام، فده الميزه بتاعت الدايناميك والسهوله بتاعتها في الاستخدام، مش هيستهلك مساحه كتير في الاول على الفاضي طالما انا لسه ما حطيتش فيه اي داتا. الديفرنسنج، وده نوع جميل جدا، وده معناه ان انا بعمل علاقه بيرنت تشايلد في الهاردات الوهميه وبعضها. يعني تخيل يكون عندي بيرنت مثلا نظام تشغيل ويندوز، وعايز حابب ان انا اجرب عليه برنامج، عايز اسطب عليه حاجه، او معامل هارد وهمي تاني تشايلد، وخلي التشايلد مربوط مع البيرنت. والمفاجاه بقى ان اي تعديلات على التشايلد البيرنت مالوش دعوه بيها. تمام، وكمان اقدر بعد كده اعمل حاجه اسمها ميرج، يعني دمج، ادمج البيرنت في التشايلد فيحط الداتا بالابديت بتاعها. كل ده بقى تحديدا هنشوفه في الموديول بتاع الهايبر في اللي هو التعامل مع الهاردات الوهميه. تمام، يبقى الديفرنسنج ده معناه بيرنت تشايلد ريليشن شيب في الهاردات الوهميه وبعضها. الميزه اللي انا عندي لو ممكن البيرنت اعمل له كذا تشايلد، كل تشايلد فيهم التعديلات اللي فيه ما بيأثرش على البيرنت، واقدر كمان اعمل دمج للتشايلد مع البيرنت فياخد الابديتس دي كلها مره واحده.
فادي الانواع بتاعت الفيرتشوال هارد ديسك. الفيكسد بيالوكيت المساحه كامله قبل ما احط داتا، سريع جدا ومفيد لو انا هنزل عليه اوبريتنج سيستم. الدايناميك، وده معناه يبدا بمساحه صغيره بس هي اكسباند معاك لحد الحد الاقصى من المساحه اللي انت قلت عليها. الديفرنسنج جايبه فيه بيرنت تشايلد، معناه عندي هارد بيرنت وعندي هارد ديسك وهمي من التشايلد، اي تعديلات على التشايلد مش هتسمع في البيرنت الا لو انا عملت ميرج او دمج ما بين الاثنين. كده شفنا الهارد الديسك الوهمي والفيتشرز بتاعته والبنفيتس بتاعته والانواع بتاعته وحالات الاستخدام. طيب السكشن الثاني اللي معانا بقى داتا دي دوبليكيشن، وهي فيتشر خاصه بازاله التكرار بتاع البيانات. تمام، هي فيتشر بتساعد ان انا اتخلص من الضرر بتاع وجود بيانات متشابهه فتاكل الفري سبيس عندي. ليه اخزن بيانات مكرره في الشير او ملفات الباك اب او ملفات الهاردات الوهميه؟ لا، داتا دي دوبليكيشن بمجرد ان انا اعمل لها انيبل، ها بص بيعمل ايه، اوبتمايز فري سبيس، يبدا يظبط المساحه الفاضيه ويبدا يرجع لك كل المساحه اللي كانت مستهلكه على الفاضي، يديك فري سبيس محترم جدا عن طريق الضغط اللي بيعمله وعن طريق ازاله التكرار بتاع الداتا. الميزه بتاعت الداتا دوبليكيشن انه بيخزن الداتا وانس، يعني هي نسخه واحده بس من الداتا. بيقسم الداتا بتاعتنا الى ما يسمى تشانكس، وبيبقى عنده حاجه اسمها تشانك ستور. تشانك ستور بيتحط فيه نسخه واحده بس من الداتا المكرره، ويرجع بقى على الابلكيشنز والانظمه الويندوز مثلا اللي محتاجه الداتا دي، يعمل حاجه اسمها ريبارس بوينت او يعمل ريفرنس بحيث ان هو يشاور على النسخه بتاعت الداتا اللي هو محتاجها. وطبعا ازاله التكرار بتاع الداتا دي لا يؤثر على الدقه بتاع الداتا او ان هو يخرب الملفات، يعني الانتجريتي مضمون، ما تخافش الداتا مش هيحصل لها كرات. تمام، فانت مستفيد جدا جدا من عمليه الداتا دوبليكيشن، وهعرض لك كمان شويه بالنسب المئويه قد ايه هيوفر لك مساحه عشان تعرف ان الميزه دي رائعه جدا. حالات استخدام الداتا دوبليكيشن، ينفع مع الفايل شير لو انا ناس بترمي على الشير عندي ملفات متشابهه، ينفع في بيئات الفيرشواليزيشن يعني ينفع مع الهاردات ديسكات الوهميه، او ينفع كمان مع ملفات الباك اب. بص بقى التيبل الرائع ده من مايكروسوفت، بيقول لك كل نوع من انواع الداتا والنسبه المتوقعه لتوفير المساحه قد ايه. لو انت عندك يوزر دوكيومنتس مثلا، عندك ملفات اوفيس، عندك الفوتو، عندك ميوزك، الفيديوهات، يتوقع توفير مساحة من 30% ل 50%. طب عندك شير، عندك ملفات خاصة بسوفت وير باينريز، عندك كاب فايلز ملفات مضغوطة، درايفرات مثلا، عندك سيمبلز، يتوقع توفير مساحة من 70% ل 80%. طب عندك فيرشواليزيشن لايبراري، عندك بقى ملفات ايزو كبيرة، عندك فيرشوال هارد ديسك احجامها ضخمة، بص على نسبة توفير المساحة من 80% ل 95%، ودي اعلى نسبه توفير عندنا. وارد ان انا يكون عندي ايزوهات لنسخ ويندوز، طب ما هو فيها ملفات متشابهه، فيها بروجرام فايلز وفيها مثلا دوكيومنتس وفيها يوزرز، فيها حاجات كتير متشابهه. فاكبر نسبه توفير مساحه ممكن تاخدها من انواع الداتا من الديفيدهات اللي هي الايزوهات المسحوبه على الهارد، وكمان الهاردات ديسكات الوهميه بيكون فيها نسبه عاليه من التكرار، فهو بيوفر المساحه دي. وكمان لو انا عندي جنرال فايل شير بيوفر برضو من 50% إلى 60%. طيب ايه حالات استخدام الداتا دوبليكيشن؟ ينفع استخدمها لو انا عندي جنرال بيربوس فايل سيرفر. تمام، قال لك ان ده فايل سيرفر عادي بيترمى عليه شير، سواء التيمز بتاعتك الناس الديفلوبرز او الهوم يوزرز بيرموا عليه او الورك فولدرز. طبعا ده مثال عملي كويس جدا جدا اللي انا اطبق الداتا دوبليكيشن فاقدر احصل على مساحه فري سبيس زياده بدون ما يعمل كوربت لاي داتا. كمان مناسب جدا للفيرتشوال ديسكتوب انفراستراكشر ديبلويمنت، وده معناه انه لو انا عندي سيرفرز بتديني الار دي اس او الريموت ديسكتوب سيرفيسز، بنعمل لهم حاجه اسمها الفيرتشوال هارد ديسك، يعني ممكن اعمل هاردات ديسكات وهميه اللي جاي لي من بره الريموت ديسكتوب ياكسس عليه. بقى الهاردات الوهميه دي بقى اقدر ان انا اطبق عليها داتا دوبليكيشن، وشفنا من شويه من 80% ل 95% من نسبه توفير المساحه مناسب للهاردات الوهميه دي المستخدمه سواء مع الفيرتشوال ماشين او مع الريموت ديسكتوب سيرفيسز. طيب الباك اب كمان، ملفات الباك اب، لو انا باخد باك اب اكتر من مره للداتا
ممكن كمان نعمل داتا دوبليكيشن عليهم ونشيل التكرار بتاع الداتا اللي جوه الملفات الباكر. تمام كده، يبقى احنا استعرضنا النهارده ايه المميزات بتاعت الفيرتشوال هارد ديسك، وكمان اتكلمنا عن الداتا دوبليكيشن، وقلنا دورها الكبير جدا جدا في توفير المساحه بتاعتي، وفي نفس الوقت اقدر ان انا احافظ على الداتا، على الدقه بتاعت الداتا، وما يحصلش كوربت لاي ملفات. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.